لقد ابتعدت عن كل ما أحب، ها أنا لك وحدك، لم يعد لدي القدرة لأقاومك. اللي يزعلك ان طفل عنده ده حوالي 16 سنة يكتب حاجة زي كده او يشعر بكلام زي كده. طيب عشان ما اطولش عليكم، الفيديو بتاع النهارده هيتقسم لجزئين، جزء هعرفكم القناه هتمشي ازاي وايه المواد اللي انا هبدا اشرحها في الترم الثاني، والجزء الثاني بالمكتب والحاجات اللي انتوا كنتوا عايزين تعرفوها عن المكتب. هنبدا باول حاجه وهي الشرح. تمام، بالنسبه للشرح اللي انا هبدا انزله هو شرح رياضيات لتالت اعدادي الترم الثاني وشرح الانجليزي لتالت اعدادي الترم الثاني. طيب ممكن تشرح اولى اعدادي وتانية اعدادي واولى ثانوي ان شاء الله، بس ادعوا معايا لو النوت ظبط هبدا اشرح الثلاث صفوف، اولى اعدادي تانية اعدادي تالتة اعدادي واولى ثانوي. طب لو النت ما ظبطش زي ما احنا، تالتة اعدادي بس انجليزي ورياضه. تمام. انا دلوقتي مقدم على راوتر هوائي، الراوتر ده بيبقى سرعته عاليه وبيظبط الدنيا. لو جالي هعمل لكم شرح للثلاث صفوف واولى ثانوي معاهم، لو ما جاش يبقى زي ما احنا. تمام. ده بالنسبة للجزء الأول، كده عرفنا القناة هتروح على فين. طب بالنسبة لفيديوهات استادي ويز مي، هنعمل فيديوهات استادي ويز مي على بداية الترم التاني بإذن الله. طيب بالنسبة لتاني حاجة، الورق اللي ورانا، إيه الورق اللي ورانا ده؟ أنا مش هقول لكم إيه الورق ده، أنا هاخدكم بنفسكم تشوفوا الورق ده. تمام، أول حاجة بس عايزكم تعرفوها إن الورق دوت دي حاجات أنا كنت كاتبها زي نظام ورقة وعبارات تحفيزية وعبارات تشجيعية وكلام من ده كله، وكنت كاتب مثلا جداول للامتحانات وجداول الفاينل، او مثلا كاتب قوانين الشابتر الاول في الكيمياء لو انا مثلا مش كنت عايز احفظها، فكنت بكتب كل المعادلات عشان واحطها قدامي بحيث كل شويه كل ما ابص عليها اعرف احفظها. كذلك الخرائط في الدراسات لو انا مثلا مش عارف احفظها بقوم راسمها وحاططها قدامي بحيث كل ما اجي اذاكر اشوفها قدامي فاعملها وهكذا. تمام، فعشان ما اطولش اكتر من كده تعالوا بنفسكم وشوفوا الورق المكتوب. تمام، بصوا هو المكتب على طبيعته دلوقتي الساعة تقريبا حوالي 6 الصبح. تمام، يعني لو هو لسه مصلي الفجر وطلع على طول اصور لكم الفيديو. تمام، فما فيش حاجة متظبطة ولا في حاجة مترتبة. تمام، المكتب على طبيعته هنا. بصوا أول حاجة ده المكتب. تمام، بعد كده هتمشي شوية هتلاقي هنا مراية. تمام، ودوت أنا طبعا. تمام، المهم بعد كده هتمشي شوية هتلاقي فوق المكتب هتلاقي في زي نظام لوح إزاز أنا مثبته بقلم ومثبته تحت بالكرتونة بتاعة الموبايل وبعد كده بعصاية تانية تحت، فده كله متثبت بعصي حرفيا. هتقولي ازاي؟ اقولك معرفش، فيزياء بقى. المهم يعني حرفيا مفهوش اي مسمار، لو بصيته من تحت كده لوح ازاز كامل مفهوش اي مسمار. تمام، هو متثبت بالعصا دي كده، وكان في ورقة كان في لزق الدبل فيس لو بصيته من تحت هتلاقوه. تمام، المهم خلينا نشوف ده طبعا دوت انا. بعد كده بقى اللي هو الحاجات بتاعتي، معجون الاسنان سنسوداين وزيت الشعر والبرفيوم ودوت بتاع الشعر، لان شعري كان بيقع وكده بسبب الامتحانات والمذاكره، فكنت بشتري بتاع ده عشان يثبت الشعر وشعري ما يقعش. ودوت حبر للاقلام، ودي طبعا اقلام فسفور، ودوت لازق بلزق بيه الورق اللي على الحائط. طبعا الورق دوت بلزق لوحده، بس في ورق ما بيلزقش او بيبقى اللزق بتاعه ضعيف فبجيب له اللي بتاع دوت عشان يلزقه. تمام، طبعا بقى الكريمات بتاعتي، وبعد كده الساعات، وبعد كده المناديل يعني والحاجات دي. المهم عشان بس تعالى اوريكم الحاجات المهمه الاول، الورق اللي انا اصلا عامل الفيديو مخصوص عشانه. طبعا دي كلها كتب تالتة اعدادي الترم تاني، انا ناوي اشرح الرياضه والعلوم والانجليزي وكده، بس زي ما قلت لكم لحد بس ما يظبط هنشوف احنا هنشرح ايه. طبعا دي بقى ايام الامتحانات كنت عاملها عشان اعرف ايه المواد اللي فاضله، اي ماده كنت بخلصها كنت بعمل عليها خط، بكتب تاريخها امتحانها امتى ويوم ايه وهكذا. تمام، ودي كانت قوانين بالنسبه لي صعبه فكنت بكتبها على الحيطه كده وبعلقها، وهنا برضو كنت كاتب جدول الفاينل. طيب بعد كده في حاجات تانية كنت كاتبها عبارات تحفيزية زي دي، اللي هو كنت كاتب لقد انطلقت الصافرة ولم يعد في وسعنا سوى أن نركض. وهنا كنت كاتب تعالوا بقى نبص على الحيطة، بصوا ده نظام الحيطة من بعيد، بصوا عشان بس لو حد حابب يعمل زيها اهو. تمام، هنا كنت كاتب يجب ان تمارس الشخصية التي تود ان تصبح عليها، وهنا كنت كاتب ان لم نجد طريق النجاح فعلينا ان نبتكره، وهنا كنت كاتب اللهم انك عفو ان تحب العفو فاعف عنا، دعاء الرسول للسيدة عائشة. تمام، وهنا كنت كاتب do small things with great love، اللي هو اعمل حاجات صغيرة بحب كبير هتفرق معاك. تمام، وهنا كنت كاتب عشان كل ما يأس او كده كنت كاتب ايه، احذر ان يستولي عليك الاحباط فتصبح صفرا في الحياة لا وزن لك ولا قيمة، اصبر
قاوم تحمل استمر فالله معك. وهنا كنت كاتب نقطة الماء المستمرة تحفر عمق الصخرة، فاللي هو الحاجات الصغيرة اللي انت بتعملها حتى لو انت مستقل بيها، مع الوقت ومع مرور الزمن هتلاقيها عملت انجاز كبير. وهنا كنت كاتب تألمت فتعلمت فتغيرت. وهنا كنت كاتب عزيزي أحمد أما بعد لا تنتظر الفرصة بل اصنعها. وأنا كنت كاتب شاي بنعناع أو نسكافيه لطيف وروق دماغك، ربنا معاك وهتعدي زي ما كل الحاجات الصعبة عدت. وأنا كنت كاتب سر النجاح في الحياة أن تواجه مصاعبها بقوة الطير في مواجهة العاصفة، لا تتراجع أبدا، النجاح العظيم يأخذ وقتا. وهنا كنت كاتب سيؤتيك الله بما تحب كما يحب ثم يبرد قلبك، لا شيء يبقى دافئا للأبد. وهنا كنت كاتب الجواز اختيار مش اسم ونصيب فاختاره صح. وبعد هنا كنت كاتب بعض الأشخاص ظله أكبر من حجمه الحقيقي، فلا تثق بأحد لمجرد أن أعجبك قوله. وهنا كنت كاتب بقى ده أيام رمضان، كنت كاتب كده بقى حاجات يعني تفكرني بليلة رمضان وهنعمل إيه أو هنذاكر إيه وكده. وطبعا حاجات تانية كنت كاتب أدعية. وهنا كنت كاتب وبشر الماشين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، اللي هو الناس اللي بتروح تصلي الفجر يعني. وهنا كنت كاتب زي قائمة أمنيات بس طبعا مش هينفع تشوفوها، تمام. وهنا بقى كنت كاتب جدول تنظيم المذاكرة في رمضان، هنذاكر من 4 ل 10 مذاكرة الصعب، ومن 10 ل 11 فترة مفتوحة، ومن 11 ل 3 نوم، ومن 3 ل 5 مذاكرة السهل، ومن 5 ل 7 وقت الإفطار، ومن 7 ل 8 صلاة التراويح، ومن 8 ل 10 مذاكرة ومراجعة وحل كده يعني. وهنا كنت كاتب مواعيد الصلاة في رمضان، الفجر كان بيأذن على كذا والشروق على كذا عشان أعرف مواعيد الصلاة. وهنا كنت كاتب برضو دي الدروس اللي انا كنت بديها للطلاب برضو مش هينفع تشوفوها، كنت كاتب مواعيد الدروس امتى وبياخدوا امتى وكده. وهنا كنت كاتب الوقت الفاضي بتاعي في اليوم، مثلا هنا كان فاضي عندي 1:30 او 2:30 كده يعني. وهنا كنت كاتب برضو قوانين ما كنتش عارفها في شابتر عندنا كده في مادة رخمة اسمها الفيتول. وهنا كنت كاتب جدول الترم الاول بتاع ليفل 300 اللي هو سنة رابعة الترم الاول، كنت كاتب الجدول. وهنا كنت كاتب ولا نتوب عن أحلامنا مهما تكرر انكسارها. وهنا بقى كنت كاتب كنت اللي ذلك الفتى الصغير الذي كان أي شيء صغير يستطيع أن يدخل فرحة كبيرة إلى قلبه، فقد القدرة على الشعور بالسعادة، مضى عام وأنا على ذلك الحال، أشعر بالبرود وأصبحت أفكاري هي أسوأ أعدائي، لا أطيق الجلوس معها وحدي، أصبحت بحاجة لكثير من الاهتمام من كل الموجودين حولي، حتى أصبحت عبئا ثقيلا عليهم. كم كنت أبلى عندما كنت أظن أنهم سيتحملون تقلبات مزاجي وحزني لفترة طويلة، ها أنا وحيد وأشعر بثقل كبير على صدري يمنعني من التنفس، حتى دموعي أصبحت تحرق وجهي من شدة ملوحتها، أصبحت أفكاري تبعدني عن كل ما أحب، أظن أنها تريد أن تمتلكني لها وحدها، وها قد نجحت في ذلك، لقد ابتعدت عن كل ما أحب، ها أنا لك وحدك، لم يعد لدي القدرة لأقاومك. اللي يزعلك ان حد عنده 16 سنة او انا لسه عندي 16 او 15 سنة اللي هو في تالتة اعدادي واكتب كلام بالعمق ده، فتخيل كمية الزعل وقتها كانت بالنسبة لي قد ايه او كبيرة قد ايه. ويمكن دي كانت سبب في تغير حاجات كتير، ويمكن كانت سبب في تغير حياتي وخلتني ان انا لا انا مش هفشل انا هكمل. علشان ما نكدش عليكم خلونا نكمل. هنا كنت كاتب لو انت مش هتضحي بالحاجات الصغيرة اللي بتحب تعملها كل يوم فانت هتضحي بحاجة كبيرة بتحلم بيها طول عمرك. هنا كنت كاتب الخوف من الالتزام، الشعور بالوحدة،
وهنا كنت كاتب: تضطر أن تتلون حتى يستمع لك، ليس أن تكون وحيدا. لما تتكلم بشخصيتك متلاقيش حد يسمعك. هنا كنت كاتب: تنفع أصحاب عمر مش مجرد على ده حلو. وهنا كنت كاتب: يا رب أبقى يوتيوبر مشهور. صراحة مش نفسي أبقى يوتيوبر مشهور، بس نفسي أبقى يعني حد على الأقل في ناس بتسمعه عشان يعرف يتكلم ويعرف يقول كل اللي عنده ويعرف يفيد الناس. وانا كنت كاتب حاجات اعملها: ان انا اصور وامنتج واتعلم انجليزي كويس. وانا كنت كاتب: be kind to yourself and remember you deserve a lot، اللي هو انت خليك طيب مع نفسك، ما تقعدش تلوم نفسك على كل حاجة، لان انت وافتكر ان انت تستحق حاجات احسن. وانا كنت كاتب: النجاح العظيم يأخذ وقتا، قاوم تحمل استمر الله معك. وانا كنت كاتب: ربنا بيرد بكرمه ما بيردش بتعبك. وهنا كنت كاتب: سنطوي صفحات الفشل يوما ونعلن عن الوصول. وهنا كنت كاتب: whatever you do, do it well، ايا كان اللي بتعمله اعمله كويس. لو بتذاكر ذاكر كويس، لو بتتعلم لغة تعلم كويس. وهنا كنت كاتب: يا رب وكلتك توكلت عليك، يا رب احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فتقبله مني ويسره لي وبارك لي فيه، يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، اللهم اني استودعتك نفسي واهلي وذريتي واحبتي، فاحفظهم حفظا يليق بعظمتك. وانا كنت كاتب: ما زال في الحياة متسع لحياة افضل. وهنا كنت كاتب: الصدق والصراحة الفرق بينهم، يعني الصدق عند السؤال لما حد يسألك فانت تجاوب كده يبقى انت صادق، انما الصراحة، الصراحة لو انت ممكن تقول حاجة ومحدش طلبها منك فتوقع الناس في مشكلة. فكنت كاتب: يمكن اسلم لو الانسان ما صرحش خالص، طول ما حد ما سألكش عن رأيك فانت حاول على قد ما تقدر ما تتكلمش او تقول. وهنا كنت كاتب بقى: عندما تحترم المعرفة التي تحصل عليها سترد عليك بالمثل. وهنا كنت كاتب: arise wake and do not stop till the goal is reached، اللي هو ما توقفش غير لما توصل لحلمك. وهنا كنت كاتب: paying less is great when wanting less is better، اللي هو الشراء أقل حاجة كويسة، بس الانتظار أقل حاجة أفضل. وهنا كنت كاتب: اللهم اللي تضيعه وانت صغير مش هتلاقيه وانت كبير، اللي تضيعه وانت صغير مش هتلاقيه وانت كبير، والوقت اللي يضيع منك وانت صغير مش هتلاقيه وانت كبير، والقرش اللي تضيعه وانت صغير هتندم عليه وانت كبير. وهنا كنت كاتب: ليس النقاء بالمظهر وإنما بما تكنه النفوس، اللهم سعة، اللهم سعة وإن ضاقت بنا الطرق، اللهم سعة وإن ضاقت بنا الطرق. وهنا كنت كاتب: ازرع حلما واسقه املا، لا تنسى تلك الردود القاسية تذكرها كي لا تحن، اللهم يسر لي طريق العلم النافع ودرب العمل الصالح واحفظني بحفظك الذي لا يرام. وهنا كنت كاتب: يوما ما سيجبرك اللطيف بلطفه، ان الشدائد لا تدوم، اذا فشلت الخطة غيرها لكن لا تغير الهدف، ان الله اذا كلف اعان. وهنا يا جماعة عايز اعرفكم بحاجة: دايما ربنا بيبعت المصيبة على قد اللي يقدر يشيلها، عمر ما ربنا هيبعت لك حاجة وهو مش متأكد ان انت تقدر تتحملها. فإن الله اذا كلف عين، ربنا قبل ما بيبعت المصيبة بيلطف بصاحبها. هنا: hard work never hurt no bad days make today count، اياك ان تيأس فكل الصابرين قد جبروا، stop comparing yourself. وهنا كنت كاتب: لو ما فيش مشاهدين مش هيبقى في مسرحية. وانا كنت كاتب: بعد فوات الاوان في مشاعر بيفوت عليها الاوان.